السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا نتكلموا على هذا المشرف، وين رغم أجرته الضخمة وين هذا المشرف خارج تصنيف، يعني نقول بلي خارج تصنيف أفضل 50 مدرب في العالم. هو كي نقولوا بلي حنايا افضل، هو لهنا في الافريق هو الافضل في الخلصه، حتى في اوروبا، حتى عبر العالم، يعني نقولوا بلي في الموند مكلاسي بالك العاشر ولا هكا، بالك في الموند مكلاسي العاشر في الخلصه. او ضروا كاع يعاودوا اللي يبدلوا مدربين، كاين بزاف الاخر ضروا كاع المدربين كي يجيبوا مدربين، مازال الانجازات مازال ما بانوش، كاع يجيبوا براتب منخفض ومن بعد الامتيازات تولي تصعد. لا حنا لا، حنا راتب كبير والنجاحات نجاحات نحصلوا، الا ما نجحناش نحصلوا في وحده اخر. خاطئ، كما هو كان يدي 6 ملايير بعد الإقصاء تاع كوب دي موند، يدي في 6 ملايير ويجي يطبطب لك في راسك، أخوان ها سبعة أخوان قرعة ريحة منا، ويخرجوا يعني دوك لي باطار هذوك تاع اليوتيوب تلقى قام يديروا في مؤامرة، يا ودي مؤامرة يدي 6 ملايير، خلوه يقعد قاعد ويدي في 6 ملايير، هذي مؤامرة يكونوا حاجة فم. خسرت خويا الله خالبي، الو مسقستي يا سيدي تبع. لا من الاوت من مارس ابريل ماي جوان جوي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، 10 شهور بدون عمل، 10 شهور درنا تربصات، بصح دوك تربصات ما فيهمش حتى ثلاث دروك. هذه الخطره رانا نسمعوا باللي يقلعوا على كل خطره، بيقلعوا كل خطره، يقول لك بيقلعوا كل تربص، يقول لك بيقلعوا. هضره غير وحده، يبدلوا الاسماوات برك ويبدلوا لا دات، هذا ما كان، هضره غير وحده، يعني يقرا لك اسم ويدخل طب 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 ويزوقها لك ويرسلها لك، هذا ما كان. ثم نقولوا 10 11 11 شهر يدي في 6 ملايير، ايوا يخرجوا ناس وخدا اخرين لك هاك، او يديروا في مؤامره، يا ودي على الشيطان. تاعش مؤامره، تاعش مؤامره، ما كاش كاع مؤامره. قال لك مع العقد معنوي، عقد معنوي مع الشعب، على بالنا عقد معنوي، انا تاعش نامن، اش نامن ولا الإمام كي راه يوقف بالجماعة باطل من عنده، صدقة صدقة، أنا نقولكم صدقة، إمام صدقة. ها كي تجي خارج من الدار وتسيب تاع النظافة فاتو نقا قاعدين في ديارهم، تيقول لك أودي جيتو قدام ديك الدار الفلانية نروح نردو عليهم لابوبال، فين باطل، قاع من فوق تحت قاع كيف كيف. وين يمر هذا المدرب، هذا المشرف بفترة صعبة منذ خروج المنتخب الجزائري من منافسة أمم إفريقيا بالكاميرون وفشله في الصعود إلى كأس العالم في قطر 2022. حنايا هو ظروف صعبة أمام من؟ أمام الخبراء، أمام أصحاب المعرفة بأنه ليس بمدرب. هو أصلا مش حاس، ما راش مأمن باللي كاين ناس راهم دايرينو مدرب، هو اصلا ما راهش مأمن. بصح هو امام ناس المعرفة وناس اختصاصيين عارفين شكل. فبعدما وصل هذا المشرف الى قائمة افضل 5 مدربين على مستوى العالم في 2021، وابتعد المدرب الخط عن قوائم افضل مدربين، وكشفت مواقع عن قائمة افضل 50 مدرب على مستوى العالم خلال عام 2022، وشهدت القائمة غياب هذا المشرف رغم حصوله على أجرة ضخمة يضاهي كبار مدربين العالم. وخرج المنتخب الوطني الجزائري من أمم إفريقيا بالكاميرون من الدور الأول بعد أداء مذل، و
وخرجت البعير كما خسر صراعه في التأهل إلى مونديال قطر بعد هزيمة في المباراة الفاصلة أمام منتخب الكاميروني وأمام مدرب الذي جاء في 9 أيام وهو سونغ. ويذكر أن الجزائر حصلت على اللقب 2019 الذي أقيم في مصر وقدم أداء رائع خلال تلك النسخة حيث فاز على أقوى المنتخبات الإفريقية مثل السنغال نيجيريا والكوتيفوار التي كانت في مرحلة انتقالية. وحقق المنتخب الوطني سلسلة لا هزيمة وصلت إلى 35 يعني ديكتاتورية يعني 35 إلى كما نقولوا حنايا نتائج مش إيجابية نتائج التي صنعت الديكتاتورية نتائج مميزة يعني في الوصول إلى مربع إلى المركز الرابع في قائمة أفضل مدربين عام 2021 من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ومدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم مؤخرا هذا العقد تاع المشرف حتى 2026 بنفس يعني امتيازات والشهرية تاعو صوالح كلش ويسعى إلى تجديد دماء المنتخب الوطني والإضافة عناصر جديدة لقوام الرئيسي لمحاربي الصحراء. لكن يعني هذا المدرب أنا أقول لكم ونعاود لكم هذا المشرف والله ما يربح والله ما غادي يشوف النجاح كاع أنا نقول رابح في حاجة رابح في حاجة الأموال يا ودي والله العظيم نقول لكم كلمة يعني مزيان قلعوا له هذيك تاع خوانا وطنيين قلعوا له ديك الكبشه اللي كان يقسم الوطنيه على الغاشي قالت هكا الدراهم وكلش شويه قالت ما كانش يبغي شكون يجبد له الصالير قالت ماهوش حقه ماهوش حقه باش يدي ذاك الصالير هذي باش يكون على بالكم هذي هي ناس خدامة خويا ناس تخدم ناس يخدموا بلادهم مسؤولين خلينا هو هذا المشرف هذا كي صاب ناس يمدوا له الدراهم يعيط ارواح برحمة الوالدين كاين عبد شباب ارواح تديه ارواح هذه يجي يدي بصح لو كان انا نقول مسؤولين لو كان عندنا مسؤولين في المستوى يعني ما تسمعش هذه الهضرة والله ما تسمحها بصحتكم يا بصحتكم خويا بصحتكم الله يزيدكم الشيخ العام قال الله يرحمه الحاج العام قال الله يرحمه شنو قال لهم قال له الله اللي عنده الله يزيده قال له اللي عنده الله يزيده يا ودي هذا بدر معناني الله يرحم الشوابي ما به وقلكم في الصيف اللي فات يا ودي بنتي مسكينة ونجي شو هلا نقولكم نقول لكم ونعاود هذا طيب اللي قال لي شوف بو نجاح يهضر يا ودي روح نقول لك خويا بو نجاح انا نقولها لك باش يكون من التالي بو نجاح اللي راهم طردوا من ليكيب ناسيونال يا ولد راكم غالطين يا مشي هذا المدرب تاعكم يا محرز انا قلت لكم نهار الاول لا محرز هو مطردوه محرز هو مطردوه هذا يلعب اسم محرز هذا ما كانش محرز يخاف انا نقول لكم والله يخاف أودي والله ما يجيش محرز إلا كذا خير ربي أنا أقولها لكم ما نعرف ما عليش الله يجعل تزيد صنع الغاز انا اقول تزيد صنع الغاز
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ملي شي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي ودايما معكم بجديد. صحيتو.